ويلكم ويلكم باك الجسمي بشار الشطي. ثانك يو. الظاهر ما نوصل. ويلكم جاسم. صراحة طبعا جاسم لأن راح غسل فطفى المايك تو بطل المايك عندك المايك. طبعا رجعنا لكم بعد الأغنية الرائعة للفنان بشار الشطي فنان ستار أكاديمي. معنا اتصال مخرجنا. في اتصال؟ اي قاعد جهزوا الاتصال. حمد إشاعة أثرت فيك. عاد صدق المفروض احط هذه الاغنيه ايش يا ما ايش اسمها مالت من قديم. لا ايش ايش ما نسيتها. يا ما ادري شنو فيها كذي. لا يبلاش. الو الو اخت شجون الصقر صباح الخير. يعطيك العافيه. شو اخبارك اخت شجون؟ ترى مو سامعين صوتك. الو الو ايوه كذي واضح. شلونك؟ طيبه ان شاء الله؟ ماشي الحال الحمد لله. الله يسلمك اخت شجون. اشاعه، ايش رايك بالاشاعات؟ الاشاعات تهدم ما تبني. شلون من اي ناحيه؟ يعني اللي يطلع الاشاعه يكون قصده يخرب. يعني وجهه نظرك ان الاشاعه تهدم ما تبني؟ اكيد. زين اشاعه تاثرتي فيها؟ والله اقوى إشاعة. اقوى اشاعه سمعتيها؟ إشاعة خاصة كانت يعني. طيب هذا يعني اللي عندك؟ ما عندك شيء ثاني؟ يعني هذا يعني إشاعة هدمت علاقة ما بنت. زين إيش رأيك بالإشاعات اللي توصل عبر المسجات والإيميلات وهالأمور؟ ما أقول لك اللي قاعد يطلع الإشاعات هدفه إنه يخرب أو يشوه صورة ناس أو يعني يبي يوصل لحق غرض هو يبيه. هو يكون ضعيف النفس نفسه ضعيفة. شو الغرض يعني؟ شو الغرض من هالشيء؟ يعني ما أدري لحادثة في نفس يعقوب هذا شيء في باله. صحيح صحيح. عموما شاكرين لك على مداخلتك. الأغنية الجاية حق فهد الماس أتت هند، تهدينها حق منو؟ أهديها لبرنامجكم الحلو. الله يسلمك. وأهديها للمذيعين المتألقين. الله يخليك. الله يخليك. الصادقين بكلمتهم وبتواجدهم الحلو. الله يخليك. مشكورة ويعطيك العافية. الله يعافيك. وبعد ما تهدينا حق أحد؟ أهديها للمذيع المتألق حمد. يستاهل يستاهل. ما قصرت في هذا كله من ذوقك. حياك الله أخت شجون. طبعا من ساعة قبل شوي لما رحت غسلت وجهي وكنت عند حبيبنا الجاملي جمال. ايه الجاملي. اي ولا عند الباب ايش دعوه بس هو بي. ايه بس ايهاب اللي توجه له تحيه. طبعا نوجه تحيه حق الكنترول. والله ضحكت. كل اللي بالكنترول انا بي باسمهم حسين ابو علي حق المهندس علاء حق المخرج حق اشرف اشرف احمد ديكو حق عويس وحق ناصر عويس وحق نايف نايف مصورنا وحق صباغ طاهر 10 9 اشرف داير وحق ناصر ناصر طبعا وحق ناصر ناصر هذا ما ننساه نصور. نسمع الاغنيه. نسمع We'll be right back.
معاي ريم الهاجري. صباح الخير. أهلا. صباح الخير. يا هلا ريم، شلونك، اخبارك؟ والله تمام خير الله يسلمك. اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. شو مسويين؟ والله كل شيء تمام بخير. زين الحمد لله. بغيت اسلم على جاسم اقول له صح صح. يعطيك العافيه. انقضت عليك الجسمي. يا هلا حياك الله، يا هلا فيك. الله يحييك. صح صح، شربت قهوه وغسلت وجهي وصح صح. كول كول. ريم هلا والله. هلا فيك. شاركينا موضوع اليوم. اقوى موضوع. اشاعه، اقوى اشاعه سمعتيها وكانت يقولون احد طرش لك مسج مثلا عن طريق البيبيل، ايميل، بالشات، اي؟ لا هي صارت اشاعه بس ضحك شوي، بس صارت بين يعني بنات عمي وعيال عمي وكذي. اوكي شنو الاشاعه؟ قالوا اني فسخت البرقع. انك انت فسخت البرقع؟ وصدقوا؟ اي مصدقين. ها.